منتخبنا في ختام التوقف الدولي بتاع يونيو 1-1 قدام غينيا بيساو، واللي اضاف ليه نكهة حلوة ان بوركينا تعادل. فاسو وسيراليون اتعادلوا 2-2 من شوية. شفت ازاي يعني التعادل؟ عايز اقول في البداية الوصول للمونديال نفسه او الوصول لكأس العالم لم يعد حلم خلاص بعد زيادة عدد المنتخبات الأفريقية لتسع منتخبات. فمش عايزين الوصول لكأس العالم ده نعتبره مع اي مدرب انجاز. طيب انا عايز اختلف معاك. اتفضل. هو العدد كتر بس مظبوط. النظام زي ما هو، مجموعه فيها 6 فرق، الاول بس اللي بيوصل. ما هو بالتصنيف. مظبوط. المجموعه بالتصنيف. فانت تصنيفك انت اعلى من كل من الخمسه اللي معاك. مظبوط. لكن يبقى الموضوع مش بالسهوله، العدد كتر بس النظام واحد. لا، اما انت تتكلم على 9 منتخبات في افريقيا، منتخب مصر ما يكونش فيهم، دي تبقى مشكله كبيره جدا. مش مختلف. فانا مش انا مختلف. باكد تاني، باكد، وطبعا حضرتك لك حق الاختلاف، يعني مظبوط. الكوره ما فيهاش حد صح صح. وحد غلط، ولكن انا بالنسبه لي دلوقتي الوصول لكاس العالم لم يعد حلم خلاص. بقى دي يعني لابد ان منتخب مصر يكون متواجد في كاس العالم في كل نسخه ليه. احنا اللي المفروض بقى نعمله ازاي هنتواجد او هنقدم ايه في كاس العالم او هنوصل للادوار ايه، ده اللي المفروض نفكر فيه طيب دلوقتي. انت قررت تبدا بالمقدمه دي علشان توصل لان المنتخب مش مقنع بالنسبه لك حاليا؟ لا اكيد مش مقنع، يعني مش هكون مقنع. طبعا اكيد مش مقنع، وعايز في البدايه يعني اقول كل المسانده للجهاز الفني علشان ما حدش يفهم كلامنا غلط، مفهوم. وكل الحب والاحترام والتقدير ليهم. تمام. ولكن طالما قبلت ان انت تكون مدرب منتخب مصر، انت حضرتك عارف في 100 مليون ناس بتفهم في الكوره، تمام، ومن حقها منتخب مصر، حبنا لمنتخب مصر اكيد اكبر من حبنا لكابتن حسام او اي مدير فني. تمام. فحضرتك لابد ان تقبل النقد. مش هينفع حضرتك تسيب شغلك وتسيب عملك وتسيب تحضيراتك للمباراه، سواء قبل المباراه بعد المباراه، حتى اللعيبه النهارده هترجع انديتها، انت شغلك المفروض لسه شغال. ما تشغلش بالك ان اللي انت بيتقال. بالظبط. ممكن لو حضرتك طبعا انت اعلم مننا بكتير او طالما وصلت للمكانه دي، ولكن لو عايز الحاجه الكويسه تاخدها، والحاجه اللي مش عاجباك مش لازم بعد كل مباراه نطلع نرد على حد بينقد، او لان انت في عمل عام مش عمل عام عادي. صح. ده انت مدرب او مدير منتخب مصر. منتخب مصر. بالظبط. مظبوط. قصه نصيحه يعني. من فرد متواضع يعني لكابتن حسام او للجهاز الفني، يعني سمعت ردود كتير، اكيد في ناس بتحبك، اكيد في ناس بتكرهك، اكيد في ناس بتتمنى لك صح ان انت توصل لاعلى حاجه، ونفس الكلام اكيد في ناس تتمنى لك ان انت ما تنجحش. فلازم تبقى عارف ده كويس. فلو تفرغت في الرد على كل واحد مش هتخلص ومش هتركز، وهتتاثر سلبا على أكيد. فكره. اكيد النتائج هتبقى سلبيه بسبب مليون ده. في الميه. طالما خدت منك ومن تفكيرك، يبقى اكيد هتاثر عليك.